تخص مين؟ ملكك. ايه؟ يا عسكري! شوف لي مين على سطح العمارة دي بسرعة! دولات الكلب! الحارة عبد الله! تمام يا باشا! بيموت يا باشا! البضاعة دي تخص مين يالا؟ يا ده انت بتموت يالا! انت يالا! ملكك. وراها يا راضي! خلي كل المتهمين الحجز، تعالى شوف الخبر يخرج، تعالى خد الطهارة بسرعة. ركبوا روح على الموتوسيكل وورق يا باشا. حمار! جمع لي معلومات من الناس وتحصلني على الاسم. حد فيكم شاف الراجل اللي ضرب؟ ولا شاف حد نازل؟ لا يا استاذ ما شفناش حاجه. يعني محدش فيكم شاف اي حاجه؟ ما كناش موجودين. فين الهدايا يا باشا؟ حرازه وتعالى على الاسم، جمع لي بياناتهم هتقومي على الاسم برضه. ايوه يا باشا. استاذ خالد؟ صباح الخير. صباح النور. عمر جوه في مكتبه؟ لا يا استاذ ده مشي من بدري. بس أيمن بيه هنا، تحب أسأله حضرتك؟ لا، نقابله أحسن. طب ثواني أبلغه. اتفضل. باشا، باشا أنا آسف يا باشا، المؤاخذة يا باشا. الله يقطعك، إيه الخضة دي كلها؟ ضربتك بالنار؟ لا مؤاخذة يا باشا، في ناس مستنيين حضرتك بره. ناس مين يا مهزأ دلوقتي؟ في حد يصح حد دلوقتي؟ عمر ما بيردش على تليفوناته من امبارح، واحنا كلنا قلقنا عليه. ما يا ست اطمني، كان في مشكلة عم خالد هنا في القسم، واضطر يروح النيابة من امبارح بالليل لغاية دلوقتي. مشكلة ايه؟ خبلان، خبلان يا عم خلود. عمر كان قابض على واحد امبارح بيحقق معاه في مكتبه. في لحظة ضرب بالنار جوه المكتب ومات. مات؟ مات ايه؟ هو مين اللي مات؟ يا ستي ما تقلقيش، اللي مات المتهم عمر بخير. ما انا قايل لك ان هو في النيابة. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ده الجديد، بس احنا قدها حدود ان شاء الله. ده الجنون. وعمر يا ايمن؟ عمر زي الفل. استنى. يا عمر. ايه الاخبار يا معلم؟ لا ده بس عندي هنا خالد وفريده عايزين يطمنوا عليهم. ايوه اصل انت بتصير يعني ما بتردش عليهم. لا 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 عايزين يطمنوا عليك بس يا معلم. طب لحظه واحده معاك فريده اهي. الو؟ ايوه يا عمر. ايوه يا فريده. ايه الاخبار؟ انت كويس؟ كويس. كويس. وانت رايح الاسم عشان تعرف اذا كنت كويس ولا لا؟ احنا قلقنا عليك. تقلق عليا ليه؟ عيل صغير يا عمر. انا ما قدرتش استنى، اصل انت من ساعه ما سبتني لا اتكلمت ولا بترد على التليفونات. ليه يعني؟ ما انتش عارفه انك مع ظابط؟ الله، انا عارفه ان انا مع ظابط، بس انا مالي يعني؟ انا مالي اقعد كده. خد يا خالد. الو. ايوه يا خالد. جرى ايه يا عمر؟ ما بالراحه شويه. انا في الشغل يا خالد، عندي شغل، عندي مشاكل وبحلها. وفريده اتخضت عليك، كانت هتموت، عايزه تطمن، ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل انكم هتاخدوا بعض دلوقتي حالا وتمشوا من الاسم، حالا، ومش عايز اسمع كلام كتير يا خالد. اوكي. عايزه. طيب. يا عمر. ايوه ايمن. ايوه يا حبيبي اهدى بس شويه، الناس ما غلطوش بيطمنوا عليك، وبعدين هم راحوا لمين يعني؟ كويس ان انا مستنيك في الاسم. خالد وفريدة يمشوا من الاسم حالا حالا. طيب طمني عليك الاول، الامور ماشيه حلو؟ خير ان شاء الله. ما اشوفك نبقى نتكلم بقى. طيب يا حبيبي يلا، خلي بالك من نفسك. باي باي. معلش يا جماعه اعذروا، توتر بقى فريده والحياه كلها قلق.
يعني ايه؟ طب عمر بخير؟ الحمد لله الحمد لله. مش معقول مش معقول، ما كنتش متخيل ان العيار يفلت للدرجه دي. طب يا فرج بيه، لو حصل اي حاجه جديده كلمني سعادتك. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. ايوه انا فادي، في ايه؟ مين؟ سعيد؟ سعيد بيه الشاذلي؟ طيب خليه يتفضل. هو اليوم كده هيبقى باين من اوله. اتفضل. صباح الخير يا سلطان. صباح النور. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. متشكرين يا سيدي. وحشتنا يا سعيد بيه. يا سيدي الف شكر. خير ان شاء الله. هيجي منين الخير؟ ليه؟ ما تشوف لك حل في عمر ابنك ده. مش ممكن اللي بيعمله ده كله يا سلطان. ماله مش عمر؟ ممكن كل شويه تشتكي منه ولا ايه؟ الله انت بعمل ايه طيب؟ صبح ابو رمل. الكبير فين يا جوه؟ بس طمنا يا زميلي. فكك مني الكلام مع الكبير. اروح افتح انا. مساء الفل يا كبير. مساء الورد. ها بقول لك ايه، ايه رايك في الحته دي؟ طول عمرك ذوقك عالي يا كبير. تعجبك؟ تعجب الباشا. وانت النهارده باشا. تاخرت ليه يا غالي؟ ما انت فاهم يا كبير، كان لازم العبهم شويه لغايه اما اطمن ان محدش قاطرني. حبيبي يا ابو رمله. مش انتي مات زمانته بيتحاسب دلوقتي. الله يرحمه. تلقى قوم يا كبير. جايلك اوعى لك. الفلوس دي توصل لأم منعم النهارده في الفيوم، ولو سألت قول لها إنها من طرفه، بس هو مشغول ومش هيقدر يوصل لها. ربنا يصبرها. مش هنقول لها إنه مات يا كبير؟ ونعكر دمها ليه؟ سيب الأخبار السودة دي على الجرايد والتلفزيون. دول ما هيصدقوا وهيعيشوا عليها رغي وبرامج اسبوع. يعني هتعرف هتعرف. خلينا احنا في الفال الحلو. ملك وحشتني يا عسلية يا ابن العسلية. عسلية ارحم التليفون يا ماما والنبي. يا أيمن خضتني. يا أيمن مش كده، التليفون يهنج. قلت أكلم بتاع السوبر ماركت من عندك. فيها إيه؟ كل يوم يا ماما كل يوم يهنج وأنا في الحمام. طب إيه العلاقة يعني؟ طب أنت عايزين أعمل لك إيه؟ أعمل لك كابين ثابت جنب التليفون يعني؟ يا أيمن خلاص، ما أنت علقتني يا أيمن. إيه؟ ما عشت ولا كنت ست الكل؟ ده أنت القمر يا حلو. صبح يا حلو. كاش ركش يا حلو. الصبح يا حلو طول يا حلو الصبح. الله، ده انت حتى في الشارجنج اهو عمال يكهرب في نفسه زي الفل. يا يا زوزو، ما هو كويس اهو. بجد والله؟ ده انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه. بس يبقى نسالهم ولاد الايه. هما مين دول اللي عملوه؟ ايوه، ما انت مش عايز تبطل طريقتك دي. بقالك يومين بايت بره البيت، لازم طبعا الفار يلعب في عبي. اهو انت يا زوزو تيجي معايا دغري كده وتساليني
انا هجاوبك. ما انا عارفه الاجابه قبل ما اسال. هتقولي انا في الاسم، انا شغال، انا تعبان، خنقتني يا ايمن. طب اعمل ايه يا زوزو، استقيل؟ لا يا حبيبي، قولي الحقيقه، برد قلبي. برد قلبك من ايه يا زوزو؟ اي حاجه، خبر حلو كده. خبر حلو عندي. امبارح في الاسم واحد ضرب بالنار في مكتب عمر سلطان، والدم طرطش على السجاده وعلى الحيطان. لا استني استني، حلو عشان يكمل احكي. لا لا لا، خلاص خلاص خلاص. وعمر عامل ايه؟ لا الحمد لله عمر كويس. انا صعبان على البنت خطبته والله. اشمعنى؟ جات على ملا وشها الصبح في الاسم، طمن عليه. وانت بقى ان شاء الله امتى كده ربنا هيهديك وتلاقي واحده كده تتشغل عليك وتقلق؟ لا اله الا الله، هي ناقص الواحد يعذب بنات الناس؟ كفايه قلقك عليا يا قمر. هتتاخر يا عمر؟ هطب عليهم في الكمين في السريع كده واجي على طول. طيب هتكلم فريدة؟ ما تقلقش بقى، قلت لك هصادحها، هأبدع. ايوه هو ده الكلام. عمر بيه، الباشا الكبير نبي اول ما حضرتك تيجي تخش له عجلين على طول. فعلا. تمر بقى حاجه تانية يا عمر بيه؟ شكرا يا عوني، شكرا. طيب خليك خفيف. انا خليني خفيف؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف على الباشا. طب يلا يلا، الواحد برضه غير هدومه. خير يا باشا؟ كل خير. عمك سعيد ظهرني امبارح. اكيد. يعني انت عارف بقى؟ لا مش عارف، بس ده شيء طبيعي. وانت بقى رايك ايه في الحكايه دي؟ متقلقش يا باشا، انا ان شاء الله هتصرف واعرف اصالح فريده. اللي بينك وبين فريده يا ابني شيء يخصكوا انتوا الاثنين، انما الشيء بقى اللي مضايقني ومعفرتني ان انا وقفت قدام ابوها مبلول مش عارف ارد عليه، اتلجمت. عشب على الشر عليك، ده نضرب نفسي بالنار لو حطيتك في موقف محرج. ما هو ده اللي حصل فعلا، بقيت واقف قدامه لساني متلجلج. عارف ليه؟ سالني سؤال، قال لي ترضى ان بنتك تنزل من البيت الفجر عشان تقابل خطيبها؟ ما انا والله العظيم شدتها على الموضوع ده. ما انا عارف، المفروض لما ترتبط بست لازم تعرف طباعها كويس وتعرف ايه اللي بيستفزها. انا ما استفزتهاش بحاجه يا باشا. لا استفزتها يا اخي، استفزتها. تسيبها في وسط الشارع لوحدها وتقول لي ما استفزتهاش؟ لا استفزتها. ما تزعلش مني، انا عارف انك انت كنت بتعمل ايه ساعتها ومقدر اللي انت فيه، لكن طول النهار تسيبها كده هي والبيت هنا، اتصلوا بك بالتليفون ما تردش على اي حد فيهم، طبعا لازم تستفز. شوف يا ابني، كل واحده ليها طريقه في الحب بتاعها، وخطيبتك اول ما تستفز تتصرف تصرفات عبيطه ملهاش اي لازمه، وتوضر الدنيا وتورطك معاها ورطات انت مش قدها. شوف كل ده كوم، والكوم التاني بقى كوم ابوها اللي مستخسرها في أي راجل في الدنيا، وهو الوحيد اللي واقف ومعطل جوازكو. نعمل إيه بقى؟ حقك علي يا ريس، أنا هتصرف خلاص، متقلقش والله العظيم هتصرف. تصرف يا ابني، اتصرف باللي ربنا قال عليه عشان خاطركم انتوا مش خاطرنا احنا.